بطلة الجزائر الفدائية جميلة بوحيرد تسقط في قبضة الميداليين الفرنسيين بالقصبة في مثل هذا اليوم 9 أفريل 1957. Mais l'angoisse était très grande. Il y avait aussi une peur. Mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelles raisons nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. صديقتي جميلة تحية إليك حيث أنت في السجن في العذاب حيث أنت. هذه هي جميلة بوحيرد البطلة الرمز التي غنت لها فيروز تقديرا لبطولاتها التاريخية التي تجاوزت سمعتها الحدود الجزائرية، فكانت وما زالت خير قدوة في النضال والكفاح. في حي القصبة العتيق ولدت جميلة العام 35. كانت البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها المتكونة من 7 ذكور. منذ صبها كانت متشبعة بالروح الوطنية، فهي المنحدرة من عائلة معظم أفرادها من المناضلين. وهي في سن 20 انضمت جميلة إلى صفوف جبهة التحرير الوطني لتلتحق بعدها بفوج الفدائيين بقيادة ياسف سعدي. والمعروف عنها أنها كانت أول المتطوعات لزرع القنابل إلى جانب حسيبة بن معلي، زهرة ظريف، سمية الأخضري وجميلة بوعزة. ومن بطولاتها المشاركة في تفجيرات 30 سبتمبر 1956، وكذا مجهوداتها الميدانية في إنجاح إضراب 8 أيام بالقصبة، إلى جانب مشاركاتها النضالية العديدة في قلب العاصمة زعزعت على إثرها السلطات الفرنسية، ما جعلها تصبح المطاردة رقم 1. وفي مثل هذا اليوم 9 أفريل 1957 سقطت جميلة بوحيرد في قبضة الميداليين الفرنسيين بقيادة الجنرال ماسو الذي وصف البطلة بجان دارك الجزائر. وأثناء لحظة الاعتقال أصيبت جميلة برصاصة بالغة الخطورة، غير أن ذلك لم يمنع السلطات الفرنسية من تعذيبها لاستنطاقها. لمدة 3 أيام كاملة تعرضت جميلة للصعق الكهربائي، لكن البطلة صمدت صمود الجبال أمام جلاديها حتى يائس من تعذيبها، فسلمت على إثرها إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت بحقها حكما بالإعدام بتاريخ 15 جويلية 1957، ليحدد يوم 7 مارس 1958 موعدا لتنفيذ الحكم. وبرأس مرفوع وقناعة بالقضية العادلة ردت جميلة عن قرار المحكمة بكل فخر واعتزاز: أنا جزائرية، نعم أنا مسؤولة عن كل ما فعلت، نعم أنا مستعدة لأن أموت، نعم سأحمل السلاح من جديد فور استرجاع حريتي لأفعل ما فعلته من قبل. قرار الإعدام هذا اهتز له كل العالم من زعماء وجمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية طالبت بإطلاق سراح البطلة وإعفائها من الإعدام. وبمصر وفي السنة نفسها قبل تنفيذ حكم الإعدام قرر المخرج يوسف شاهين إنجاز فيلم للبطلة حمل عنوان جميلة الجزائرية، جسدت دور البطولة فيه الفنانة المصرية ماجدة. ونتيجة للضغوطات الدولية اضطرت السلطات الفرنسية إلى إلغاء حكم الإعدام لتعوضه بالسجن مدى الحياة.
وهكذا ظلت جميلة محبوسة إلى غاية تحرير الجزائر. ورغم ابتهاجها لمعايشتها للحظة الاستقلال، هذه اللحظة التي ناضلت من أجلها طيلة حياتها، تذكر جميلة مع مرور الزمن ذلك اليوم الذي استعدت فيه للوقوف أمام المقصلة قائلة: même notre déclaration que nous allons réciter devant la guillotine, que l'Algérie libre vivra, inshallah. وجه الشمس